مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. مباشر مؤلم غيألمنا كاملين في هاد عز هاد البرد وهاد الشتاء. تذكرتوا معنا القصة ديال با محمد اللي جينا قبل أيام أننا درنا معاه واحد الحوار، وعود لينا على القصة ديالو وعلى المأساة ديالو وعلى المشاكل ديالو كيفاش تتشرد وعاش في الزنقة. با محمد هو واحد الحالة من بين العديد من الحالات، المئات من الحالات، ونقدروا نقولوا الآلاف ديال الحالات ديال الناس اللي متخلى عنهم وتيعيشوا في الشارع، وهذا الشيء كيضرنا في خاطرنا. ربما حنا تنشوفوه عبر الهاتف أو عبر الشاشات ديالنا، صافي غير كنحيدو تنساو لأننا بديورنا، لأننا مغطيين، لأن الشبعان ما كيحسش بالجيعان بكل تأكيد. ولكن هذه المرة بغيتكم تحسوا با محمد، وهذا النداء تنوجهوا أيضا حتى للسلطات ديال المنطقة ديال بالمسيك اللي بغاو يحيدوه من هذه البراكة. إيه خصو يتحيد من هذه البراكة، أنا مع السلطات أن با محمد خصو يتحيد من هذه البراكة، لأن هذا السكن غير لائق، أن هذا الرجل في هذا الوضع وفي هذا السن أنه يعيش براكة. هذا الرجل مريض، تخلى عليه الاب ديالو، تخلات عليه زوجة الاب ديالو، زوجة الاب كانت سبب انها اداته في عينيه، دوز الحبس، كان كيقلب على الحبس. غيعاود لينا القصه ديالو، غنعاودو نسمعوها معاه. ولكن منين حيدوا ليه هاد البراكه فين هو البديل؟ فين غادي يمشي؟ لا هو لا غيره. شفنا الناس ديال درب مولاي الشريف اللي رابوا عليهم الديور وتا هما تشردوا في الزنقه، ولكن من تنشردوا هاد الناس وتنقولوا لهم خرجوا، شنو هو الحل؟ شنو هو البديل؟ شكون اللي غيكون مع هذا السيد؟ فينا هما دور العجزه اللي في المستوى انهم يقاويو بحال السي محمد وبحال العديد من الرجال ومن النساء اللي كيكونوا في الشارع؟ هذا المباشر بغيتكم تسمعوه بقلوبكم قبل ما تسمعوه بأذانكم، وتعاونوا مع السي محمد ولو بدرهم واحده، لان درهم على درهم على درهم ربما توفر واحد السكن لائق لهذا السيد. السلام عليكم ابا محمد. السلام اختي، اش اخبارك؟ لاباس الله يجازيك بخير. انا جيت عندك اخر مره. اي اختي راه ما بغي انا ما كرهناكش اختي، راه الموضوع فيا الرعب اليوم. هما هنونيش اش درت لهم دابا؟ انا بيني وبينهم انا قال لك بغي يصلحوا، ما يصلحوا وانا فين؟ ما شكون غيصلحني؟ وانت خصك تحيد من هنا، حنا بغيناك تحيد من هنا، ولكن شنو هو البديل؟ وفين هو البديل؟ بغيت البديل، بغيت نعرف انا الناس باش غادي باش بغي يعاونونا باش غيديروا، ما بغاو يجروا عليا. واليوم غادي نبات انا بعد المنطق غنديرها، هما غيحيدوا اليوم وفاش غنعس على المنطق؟ راه من العيب ومن العار اننا في 2021 وانت واحد المواطن مغربي ومريض كدير رابوز وانك تعيش في هذه الحاله هذه. ويا اختي انت حالتي كي دايره؟ شوفي حالتي، عايش مع الطوبه، وقسم لك باللي ما تنعس بالطوبه، حتى الضيقه راه ما تكذب والو، ما عندي حتى واحد. هما قال لك تكفى شي واحد يتكفل بك، خلصوا عليه حنايا الماكله، اش غادي شكون هذا غيتكلف بيا؟ واخا با محمد انت تشردتي وانت طفل صغير. والله من الصغر ديالي راه قلتها في هذيك الحلقه وعاودت نعاود نعاودو نقولوها دابا. انت يا ضحيه، ضحيه ديال هذا المجتمع، ضحيه ديال العائله ديالك، ضحيه ديال زوجة الاب ديالك، ماشي انت اللي اختاريتي الزنقه. ما اخترتهاش انا، من اخترتها راه كاينين الناس شاهدين على هادشي. انا عشت معاهم انا صغير، انا دابا كبرت راه ولات عندي 50 53 عام. كنتي كتبغي تدخل للحبس باش ما تبقاش في الزنقه؟ باش نستر بحال هكا، باش ما نتصدعش مع المخزن. دابا السلطه جات الصباح هذه قالت لك غتحيد مني فين غنمشي؟ ما عرفت. واليوم هي غتصب الشتا، البرد حنا كازين دابا، حنا دازت عليك هاد الشتاوات اللي دازت وكل شيء. العذاب راه ماشي ديال هاد العام، راه كلها يلا بانت لهم هما غادي يصلحوا هاد الزنقه، عاد بان لهم هاد السي محمد هذا. وباغي نطلب وما عارفش نطلب. هاي عباد الله راه ما عارفش تواصل معك حتى واحد في التليفون ما عاونكش. والو اختي راه من هذاك الفيديو والله ما جا قال لي حتى واحد الو، درهم درهم ما صيفطش لي شي واحد، وكيلو السكر اختي طوبه السكر ما صيفطش لي شي واحد. هما كاع ساكن حداهم، انا كاين شي واحد يرحمني بشي حاجه؟ اي شي واحد يطلع لك ويزيدو، ما كاينش لي والو. ما عرفتش عاكلي ما زوينه، واكل ما زوينه ما يقولوهاش لك. بنادم تيخرج عيني تيملص عيني فيك يمرضك. ما حس بك حتى واحد، ما حس بك حتى واحد. لا لا محمد رسول الله اختي، انا مزوق في الله، تزوق في الله يا اختي. انا باغي محسن، انا باغي شي واحد يكون مهور وعنده رزقه وباغي يهديه لله في سبيل الله يتعاون معايا. انا تمحنت تمحنت، انا تمحنت، تعذبت في حياتي. وبعد ما عندي ما نسالك راك الوطنيه وحب الله والوطن والمال هذه البلاد تنموت عليها. ولكن اختي راه ما خدمتش. انت قلتي لي، قلتي لي قبل ما نبدا معك ان شعارك هو الله الوطن الملك. الملك راه شتي لي كي راه ما كاينش شي حاجه من غير. قلتي لي ما بقيت كنثق في حتى واحد. قلتي لي ما بقيت كنثق في حتى واحد، كنثق في سيدنا. وهو قال لك الملك عطيو الناس الدراويش، عطيهم فين يسكنوا، عطيهم مساكن لائق، عطيهم عيشه كريمه. راه تنطلبها الناس فين نحط انايا هذا الشيء ديالي، انا حاشاك ابولتي وكاكا ديالي تنحطها عند الناس. هما اللي صحاب لافا تسولوهم قهرتهم.
كان كيجي ليلة يلاه حنا جينا لقيناك بغيتي صافي قلتي هي ديال الاخره هذه هي الاخره راه صافي راه اليوم حكموا عليا قال لك اليوم تبات منك للسما انا عيطت لك اختي باش الناس لا كانوا شي محسن يعاون انت عيطتي عليا وانايا بدوري غنوجه ندائي للمحسنين وغنوجه ندائي للمسؤولين بهذه المنطقه والله لا عيب وعار عليكم المسؤولين في هذه المنطقه انكم كتنعسوا في ديوركم مرتاحين وضميركم مرتاح وراجل المسن كيعيش في الزنقه من شهر جوج عباد الله ما عام عايش مع دوا ديال الفار كيفاش كتقدروا تنعسوا كيفاش ضمائركم كتقدر ترتاح واشنو غتقول الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامه غيوقف خصيمكم غدا يوم القيامه انكم مسؤولين عليه انكم ما ترشحوا عليكم الناس هنا وما كنتم مسؤولين بهذه المنطقه الا وانكم قادرين انكم ديروا حل لهذا السيد كنتمناو اننا منين نجيو في العشيه ولا نجيو غدا نلقاو هذا السيد دار لي حل حنا ما لقينا ليه جاد حنا عايشين معاه مده 33 سنه اختي من نهار عقلتو هذا السيد هذا راه لا حول ليه والله القسم لا حول ليه اللي بغى الحج واللي بغى العمره الاخوان الله يرحم لكم الوالدين راه العمره حداكم والحج حداكم راه هذا السيد هذا راه حتى واحد ما عيط ليه راه ما كيلقاش ما ياكل راه هذا السيد هذا راه لا اله الا الله والله القسم راه حنا ملي بدات الكورونا مسكين وما عامش ملي بدات كورونا ما عامش كيف غيكون هذا السيد هذا هو مريض الناس عندهم الدوش في الدار وكيباغين الحمام اختي انا نبغي هذاك الدوش باغي هذاك الدوش والناس عندهم الدوش وكيتشكاو تيقول لك بغينا الحمام بغيت هذاك الدوش انا ما بقى بان لي حمام بغيت انا خويا الماء انا نصنصر وحنا ما بغيناك غير تسكن بغيناك غير تسكن بغينا لك غير بيت فين تسكن بغينا بلاصه حكم الوالدين المحسنين انا بعيد على هذا الشيء وتاسفت بزاف وغنطلب في بلاصتو راه ما تيعرفش هاد السيد يطلب والله ما تيعرف يطلب والله ما تيعرف يطلب راه في الدرب مساكن كاين اللي ما كيفهموش كاين اللي ما كيعرفوش ما كيعرفوش الراجل ديالو حيت الطليب ما موالفش يقول عباد الله الله يرحم لكم الوالدين شي درهم الله يرحم لكم الوالدين الا ما شافوا من حاله الا كان شي محسن وعنده شي وليدات الله يخليهم ليه الله يخليهم ليه ويصلح ليه وليداته اللي عنده شي شويه من الكثير يعطيه لهاد السيد هذا يدير معاه زوين هذا راه لله في سبيل الله هذا الشيء اللي كاين بحال بغيتي دير حزه ومنعوا الحز ديروا في هذا الراجل في سبيل الله لله في لله اليوم مسكين غينعس في الزنقه نتوما غتنعسوا في ديوركم هو غينعس في الشغل اليوم غيطبق عليه القصاص هذا السيد هذا هذه المنطقه هذه كنتي راضي بهذا البريريكا با محمد كنتي راضي بها وبعد تنقول انا ساتراني واش ما احسن اختي تدوزي مع الشارع ونبان لك في هذه البريريكه ولا نبان لك داير كرتونه انا ما نبغي نشوفك لا في البراكه لا في الكرتونه تحس فينا شي كرتونه انا ما غنبغيك حتى هكا كانت انا شوف انا راه كنبغيتهم يحيدوك والله الا بغيتهم يحيدوك ولكن ما يحيدوك تيديروا لك البديل يقلبوك على شي بيت يقلبوك على شي سكينه اقسم لك بالله العلي العظيم الا كل صباح كنجيو كنطلعوا عليه كنقولوا هاد السيد يصبح ميش مع هاد البرد هذا اقسم لك بالله العلي العظيم صافي بركه عليكم غير هاد الجمله بركه عليكم غير هاد الجمله المسؤولين بهاد المنطقه ديال بنمسيك بالله عليكم بركه عليكم هاد الجمله خايفين شي نهار ندوزو ونلقاوه مات والدب ديالو غادي يبقى في الرقابه ديالكم اعمار بيد الله بطبيعه الحال ولكن خويا كنزين طالع عليه الصباح كنزين طالع عليه الحليب تيبقى واقف مسكين تما ما يقدرش يقول لبنادم عطيني ما عندوش ما تيقدر ديك اللهفه ديال عطيني ما تيقدرش يقول ما تيطلبش ما كيعرفش انا تنشوفه شحال من مره بلا منا الله تنقول خذ الحليب خذ داكشي اللي قدرك عليه الله تنتا على قد الحال انا بنادم ساكن هنا غير صحاب الشيء اللي بغى يدير الخير اللي بغى يدير الخير ماشي يعرض عليا التجار ويعرض عليا لا شي واحد بحال هكا ضعيف ما عندوش العقل يشدو من يدو يدي المول الحليب نعرفو راجل شحال غيخسر عليه 10 دراهم 10 دراهم ماشي فلوس هادشي راه شوفي اختي هادشي تيأسف بالنسبه ليه هو بالنسبه لهادشي راه تيأسف راه تنطلب من الله والمحسنين والناس اللي مسؤولين في الدوله يشوفوا لهاد الحالة ديال الناس مسؤولين جا قال لك حيت سيدنا الله يخليه سيدنا الله يخليه ما تيبغيش بحال هادشي ما تيطالع ما تيوريوش ولكن هما يا لا حول ولا قوة الا بالله ما غاديش ندعي عليهم ولكن الله يهديهم 53 عام 53 عام باقي صغير انا اكبر منه انا 67 سنة 53 عام كيبان بحال شي راجل مسن هو تيبان شرف مني هذا هو اللي تنطلبوا من ودابا تخيلوا راسكم انتم حطوا نفسكم انكم تعيشوا في الزنقه غير ليله واحده تبات في الزنقه ما نقدرش شتي مع هاد البرد نكذب عليك ما نقدرش انا نبات فيه ليله ساعه ما نوقفش فيه ما نقدرش تبات في الصالون بلا مانطا ما نقدرش اليوم حاكمين قسم لك بالله العلي العظيم الا ولدي كاين فينا هو كان هنا دابا نقول لقدامه ولدي
كان والله كان هنا دابا مشى، والله القسم الاول البارح قلت لي زيد عليا ما تجبد لي ما تجبد لهمش مسكين يجبد عليا، هذه في الدار ناعس الصالون والحمد لله وكل شيء ما تقدرش تدوش. من النار قلنا ليه هو مكرفس الصراحه، ما لقيتو ليه جاد، ما لقيناش ليه جاد الصراحه، شي كان جاد جاد الله انشي دويشي جاد جاد الله اختي سبحانه وتعالى، ما كرهناش اختي شي محسن يتكلف وخا يكري لها بيتش فهمتي، حنا كون كان عندنا في المستطاع ولكن على الدوام اختي فهمتي، يعني الدوام اللي جانا صعيب اما نحيدو من هذا انا متفق معاك اختي هذا ماشي السكن اللائق، والسيد مريض ومهلوك وكنعرفوه حنايا مخلينا ما درنا معاه يشوفوا من حاله السيد هذا راه مهلوك مهلوك ديال بصح صراحه فهمتيني، من نهار عقلش عليه هو مسكينه في الزنقه راه بزاف، وحنا بديورنا والبرد والبرد وثلاجه المانطاش وباز راه شنقول نادم لابس واكل وشارب شو هانشي اختي الحاله هانشي شوف